عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية شيخ وليد. حياك أنا الله. بعتذر لأني اتصلت على تليفون الشيعة، تفضل بس يا أنا أخي. سني ولي أكثر من شهر بحاول أتصل فيك على تليفون السنة ولكن لم تفضل. تجبني. أنا بس في عندي نقطتين أريد أعلق عليهم، على هم موجودين في كتاب السنة. أولا موضوع رضاع الكبير، فهو موجود في صحيح البخاري. اسمعني اسمعني شيخ وليد. ايوه تفضل. ايوه، ان السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها قامت كانت ترسل الطلاب الذين يحضرون اليها الى اخواتها لكي ترضعهم ولكي يحرموا عليها. هل هذا الحديث صحيح؟ اقرأ هل هو الحديث فعلا طيب عشان نشوف موجود؟ الطلاب. اقرأ الحديث عشان نشوف الطلاب. لا عفوا ما سمعتك. اقرأ الحديث عشان نشوف الطلاب. اصل انت بتقول بترسل الطلاب، يعني كأنها في جامعة وبترسل الطلاب، واخد بالك؟ اتفضل. نعم أنا ثواني شوي بس طالع لك الحديث من جوجل. روى ابن حبان في صحيحه أن سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة ابن حبان. وهي من بني ابن حبان عامر. ولا صحيح البخاري؟ انت مش لسه قايل في صحيح البخاري؟ عفوا ثواني. هلا انا سؤالي بس انه هو هذا الحديث هو فعلا موجود في صحيح البخاري؟ يا حاج انت، انا عايز اسال سؤال. انت لما تيجي حضرتك تتجوز وتدخل على مراتك، واخد بالك، ازاي بتحلل مراتك عشان تبقى حلال؟ بتعمل ايه عفوا بس عشان الصوت مو مراتك واضح. تبقى حلال ليك؟ انت رايح تتجوز دلوقتي عشان مراتك تبقى حلال ليك، بتعمل ايه؟ اكتب كتاب شرعي. جميل قوي. طب وهو ليه اتسمى شرعي؟ لأنه شرعه الله عز وجل. جميل. والله عز وجل شرع ايه تاني؟ هي دي بس. عشان يعني ممكن انا اقول لك انت لا بتغتصب فرج هو مراتك، تمام. ولكن اسمعني بس، ولكن عشان أيوه الله عز وجل امرك ببعض الاشياء لكي تغتصب هذا الفرج، مش هتبقى تغتصب بقى. ليه؟ لانه شرع، لانه شرع. فالاب صحيح. اعطاك بنته عشان تدخل بيها من اجل الشرع، من أجل الشرع. ليه؟ كلمات جاءت في الشرع هي تحلل فرج هذه المرأة لك، صح؟ صح جميل أو الحمد لله رب العالمين. زي الشيعة بالظبط كده، لما عندهم كلمات، يعني معنى إيه؟ أقوال من النبي صلى الله عليه وسلم تحلل فرج المرأة للمتعة، صح؟ صح جميل أو طيب، أيهما أفحش بقى لو هنبتدي نتكلم في مسألة الفحش؟ أيهما أفحش؟ إن المرأة ترضع الطفل في إناء، مش نتيجة الثدي، مش من الثدي، في إناء، ثم بعد ذلك الطفل ده يصبح محرم عليها، أفحش ولا إن أنت تحلل فرج المرأة لمدة 10 دقايق أو وتر وخلاص وتمشي تروح لحالها؟ لا طبعا انك تحلل فرج المرأة، ولكن هو هون النقطة انه لماذا لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام اشربيه من لبنك، لماذا قال ارضعيه؟ طيب هقول لك انا، واحدة كبيرة من السن كده راحت ملجأ، تمام؟ نعم ملجأ. تمام فلما راحت الملجأ راحت تتبنى طفل، فصاحب الملجأ قال لها تمام ارضعيه تحرمي عليه. هل معنى كده ان هي اللي لازم ترضعه؟ لا ولكن انا يعني واحدة انا واحدة حسب بس، احنا خلينا معرفتي ماشيين يعني خطوة خطوة، ماشيين خطوة خطوة، تمام تمام ماشيين خطوة خطوة. هل معنى كده ان هي اللي تمام ترضعه ولا ممكن واحدة تانية ترضعه؟ لا ممكن واحدة تانية ترضع. جميل. او يبقى احنا كده اتفقنا، عشان في حديث تاني بكان ارضعيه، يبقى كده احنا اتفقنا عليه. جميل قوي. طب لو انت حضرتك دلوقتي موجود في البيت ومراتك في المطبخ، ايوه
وقالت لك لو سمحت يا احمد رضع الولد، هتطلع صدرك ترضعه ولا اكيد هتفهم ان في ببرونه كده تروح ترضعه منها؟ لا اكيد في ببرونه انه رضعنا. ليه ما طلعتش صدرك وترضعه؟ هلا بس انه على زمن الرسول عليه الصلاه ليه والسلام ما ما كان طلعتش، موجود معلش رضاعه. يعني ليه ما طلعتش صدرك وترضعه؟ لانه ما بيصير يعني، لانه في رضاعه موجوده هلا في العصر الحالي، انه في رضاعه، بس على زمان الرسول عليه الصلاه والسلام ما كان موجود لا، رضاعه. مين اللي قال ان ما كانش موجود؟ طب نسأل سؤال ثالث. دلوقتي عندنا طفل عنده تفضل. اقل من سنتين، تمام؟ ومحتاج لبن، ايوه تمام. وامه مش موجوده، وامه مش موجوده. فقامت واحده جايه حلبة ثديها، تمام؟ وعطيته لبن. هل يحرم الطفل بشرب اللبن ولا لابد ان يمس الثدي؟ لا بيحرم طبعا. ليه؟ ما لازم يمس الثدي. لا لا مو شرط انه يمس الثدي، فهو طب خلاص، هون لما هو النقطة مش يعني. شرط حضرتك ان هو يمص الثدي، هل الآية طيب بتتكلم هو في هون. القرآن الكريم عن ايوه الطفل الصغير، تمام؟ والذين تمام. وأمهاتهم الذين أرضعنكم، مش ممكن الإناء يغني محل الثدي؟ صحيح يغني، ولكن طيب ماشي، ليس واحدة في واحدة عمر بس، واحدة أكثر واحدة من واحدة واحدة سنتين. يا أستاذ، خليك ماشي معايا. أنت بتقول لي نص الحديث قال كده، تمام. لكن إحنا برضو إحنا عندنا عقول. إذا كان أنا أصلا دلوقتي أنا عندي، إذا كان الحلب في إناء يغني، ليه أديله صدري؟ تمام ما في مشكلة، أنا مقتنع معك، ولو أنه أعطته أنه من حلب إناء، ولكن أنه في عمر أكبر من سنتين. يا هي أستاذ هون النقطة يعني، أنه يا خلاف أستاذ، أنه كيف. إذا كان في أيوه سنتين يجوز ليك إن أنت ترضعه، ما ترضعوش مباشرة ولكن تديه في إناء. فاللي أكتر من سنتين هتروح ترضعه مباشرة؟ لا لا عفوا، انت ما فهمت علي النقطة. النقطة هو كيف يحرم عليها وهو يرضع من حليب او حليب احد من اخواتها وهو في اكبر دي يعني عمر قاعدة 8 سنين او تانية بقى، لحد أنت ال 13 بتتكلم سنة. عن قاعدة تانية، أنت بتتكلم عن حاجة تانية. إحنا دلوقتي بنتكلم هل دي بالضبط. فاحشة أو دي عيب أو دي حرام؟ لا، أنت لا لا كده لا انا بتتكلم مو بقاطعة. مشكلتي، انا مو هل مشكلتي هاي، اللبن ده يحرم انا ولا لا مشكلتي العمر. يحرم؟ أنت بتتكلم في نقطة تانية، أنت كده يحرم طبعا انتقلت لنقطة يحرم. تانية. لا هل لا اللبن يحرم يحرم ولا لا يحرم؟ يحرم يحرم طبعا يحرم، بس انا نقطتي انه العمر، انه رضاع الكبير بالضبط، يعني انه يا من أستاذ هي عمر مثلا وسيلة فقط لا غير، من فوق هي السنتين. وسيلة للتحليل، زي بالظبط كده لما أبو الزوجة بتاعتك بيحط إيده في إيد أبوك ويقول لك إن أنا زوجتك بنتي، وده يقول له أنا زوجتك ابني. هي وسيلة فقط لا غير. يعني إن أنت بتحل إشكالية، زي بالظبط كده أنا أفتكر إن واحدة بتاعت دار أيتام بتقول لي والله العظيم وهذا حصل، اتصلت بيا بتقول لي يا شيخ وليد إحنا مش عندنا حاجة اسمها رضاع الكبير. قلت لها اه عندنا الرضاع الكبير. قالت لي ايه هي صورة الرضاع الكبير؟ قلت لها ليس شرطا ان ترضع المرأة الطفل من ثديها ولكن عن اناء. قالت لي طيب انا عندي مشكلة هنا في دار ايتام، صاحبة دار ايتام، ايه المشكلة؟ قالت لي كل اللي بيجي ياخدوا الاطفال بياخدوا اطفال تحت سنتين، انا اعمل ايه بالاطفال اللي ثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة؟ بيسيبوهم لي، ليه ما تطلعوش وتقولوا ان في طريقة تانية تنفع ومش شرط المرأة ترضع من الثدي بتاعها؟ ديننا ما فيهوش عفوا كسوف. شيخ وليد، هي مو النقطة انه ان ارضعته من ثدية او من اناء، النقطة هي انه العمر. يعني حتى هو لو هل العمر، فعلا انه اذا كان فوق عمر السنتين انه يجوز انه ترضعه ولو كان من اناء، هل يحرم عليها؟ يحرم عليها، يحرم عليها. ملهاش دعوة بقى هنا بأن اللبن ده دخل الأعماق ولا ما دخلش من الأعماق، ولا دخل العظام ولا ما دخلش العظام. هي كصورة فقط لحل إشكالية. وهل هذا الشيء مطبق هلا حاليا يعني كمان، ولا كان بس لا، حالة خاصة؟ اللي عايز يطبقه احنا ما بنقولش، اللي عايز يعني دلوقتي لو هو عايز، حد عايز يطبقه يطبقه، احنا ما بنقولش ان عليه حرام. وكمان ايه يعني، هناك من العلماء اختلفوا في المسألة، وحتى نساء النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في المسألة. فالسيدة عائشة قالت انها على العموم، لان لم يأتي تخصيص للمسألة. يعني هناك البعض قال انها حالة خاصة في سالم، تمام؟ طب اين التخصيص سالم؟ تمام. محدش قال اين التخصيص، فأصبحت حالة عامة، والبعض قال هي حالة خاصة في سالم. طيب في نقطة ثانية يا شيخ، هلا في نحن عندنا في كتب السنة موجود عن عذاب القبر،
وفي القرآن الكريم لا توجد أي آية تثبت عذاب القبر. مين اللي قال الكلام ده؟ بالعكس، في آيات تنفي وجود عذاب القبر. مين اللي قال الكلام ده برضو؟ والنار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى إزاي تعرض عليهم النار؟ هنا في فرق. هم يعرضون على النار وليس النار تعرض عليهم. معلش، يعني والنار تعرض عليهم ليه؟ يعني سأشرح لك إياها. يعني مثلا كما وعد الله الكافرين بالنار وعد النار في الكافرين. لا يعني ايه القصة في ان النار تعرض عليا؟ انت بتقول لا هناك فرق، وده كلام طبعا الكيالي. ايه الفرق بقى؟ انا نفسي افهم الفرق. انه مثلا اذا شخص راح على السوق مثلا، هل البضاعة تعرض عليه ام هو يعرض على البضاعة؟ ماشي، لا انا بتكلم على ديت. احنا عارفين كلها ان احنا البضاعة بتعرض علينا، لكن ليه بقى هنا؟ ليه هنا؟ والنار يعرضون عليها غدوة عشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ليه بقى تعرض عليهم؟ يعني طيب، إيه السبب؟ إيه الحكمة؟ طيب كمان في آية يا أستاذ، ما نخرج من النقطة ديت. تمام. إيه الحكمة؟ إيه الحكمة إن ربنا يقول لنا إن هم بيعرضوا على النار دلوقتي؟ إيه الحكمة؟ هم رب العالمين وعد النار بالكافرين. يا أستاذ أنا سألتك ما الحكمة أن الله عز وجل يقول والنار يعرضون عليها غدوة وعشية؟ يعني ما بعرف، يعني شو الحكمة؟ الحكمة أنا اللي بسألك أنت، مش أنت بتاخد كلام الكيال وبتيجي تقوله. إيه الحكمة يعني أن ربنا يعرض عليهم النار؟ ممكن يكون عذاب نفسي. ممكن يكون عذاب نفسي. لا، هو الحكمة أنه رب العالمين مثل ما وعد النار بالكافرين، مثل ما وعد الكافرين بالنار جهنم، وعد النار في الكافرين. هو ده مش وعد يا باشا، ده عرض. هم يعرضون على النار. كمان في آية بتقول يوم تقوم الساعة يقسم المجرمين يعرضون عليها. أنا نفسي أفهم، يعني أنا أفهمها، يعني اشرحها لي عربيا لغويا، يعني ايه؟ اشرحها لي، ما تروحليش لآية تانية، ما تنطش لآية تانية. أنا عايز أشرح الآية ديت وبعد كده بستشهد بآية تانية إن شاء الله. طيب هي ما هو انا بجاوبك، يعني انه هم يعرضون على النار، يعني يعرضون رب العالمين السبب. ينبئ النار بالكافرين الذين سيدخلون بها. ايه السبب يا عم؟ العرض ده يعني معناه ايه؟ يعني معناه ان النار مفتوحه وهم هيروحوا يشوفوها، ولا النار اللي هتجي لهم؟ لا، ما هو لسه النار، يعني رب العالمين ذكر في القرآن الكريم ان النار لسه غير مسعره. يا استاذ هنا النار دي يعني إيه؟ انا نفسي افهم. انت ما تحطليش في اشكاليه وتهرب من الاشكاليه. لا انا ما بهرب من الاشكاليه. انت كده ورطتني. انا بقول لك انا وليد اسماعيل اتورطت معاك في الايه ديت، عايز افهمها. ما انت ما تورطنيش وتسيبني زي اللي يفرميني في البحر وسيبني. انا ما بوقع. ها يلا، انت ورطتني. انا بقول لك انت ورطتني. انا مش فاهمها. انا راجل مسلم عامي مش فاهم. عايز افهمها، يعني ايه يعرضون على النار؟ يعني ايه افهمها؟ يعني ايه؟ يعني فقط يوري النار الكافرين الذين سيدخلون بها، ولكن ليس بمعنى طيب أن انهم سيدخلون النار. ورهم النار ليه؟ يعني بقول لهم ان ده مقعدكم من النار، يعني بيعذبهم نفسيا. بالضبط، بيعذبهم نفسيا. ممكن يكون عذابهم نفسيا، لان ما فيش عذاب قبل يوم القيامه حتى لو نفسيا. شكرا ليك، شفت وقعتك ازاي. ما في عذاب يوم القيامة. طيب يا كيف أستاذ يكون في عذاب؟ إذا كانوا حتى يعذبوا نفسيا إذا وقع العذاب، فكيف يكون العذاب قبل يوم القيامة قبل الحساب؟ مش ده كلام كيالي؟ طيب شكرا ليك. طيب كيف يكون في عذاب قبر؟ انتهت القصة خلاص، انتهت القصة. حتى لو في عذاب نفسي أصبح عذاب، أصبح حساب قبل يوم القيامة. أثبت لك كمان إن في طيب حساب. طيب هذا إنه عذاب؟ اسمعني بس، أثبت لك كمان إن في حساب في الدنيا قبل ما تموت. طيب الامتحان ده ايه؟ نعم، الامتحان ده ايه؟ مش ربنا بيمتحننا في الدنيا؟ الامتحان ده عباره عن ايه؟ هلا هو طبعا هذا عذاب، بس نحن انه الله عذاب أكبر. القبر يعني في عذاب يعني كمان في الدنيا قبل عذاب الاخره. طبعا العذاب لا طيب العذاب موجود، يعني حتى الانسان بالدنيا عذاب. يا استاذ ربنا يبارك فيك، انا بحب دايما استغل عقلي.
ربنا عطاهولي ببلاش، فليه ما استغلوش؟ ليه امشي دايما ورا الاراء اللي هي خلاص انا عندي احاديث بعذاب القبر، خلاص انتهت القصه باحاديث بعذاب القبر، لكن انا حتى الايات كمان طيب اديني ناقشتك فيها. طيب معلش بس ممكن تشرح لي هاي الايه يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه؟ انا هقول لك تمام، لان هول طيب للقيامه نساهم هول القبر. اقول لك ازاي، يعني مثلا احنا، هل انت معترف ان احنا كلنا يوم القيامه سنحشر عرايا؟ نعم. الله، نحشر عرايا يعني ما فيش حد هيبص للتاني، يعني ما فيش واحد مثلا كده يقول يا مزه يا عسل يا جميل؟ لا لا ما في، لا لا ليه لا طبعا بقى ليه؟ لانه ملتهين بالعذاب. اها، يبقى هول القيامة نساهم اللي هم شوية العذاب اللي موجودين في القبر. طيب في الآية تانية بتقول، طيب ايه، ما انت ما تنتقلش الا ما تأيدني في اللي انا قلته صح ولا غلط، ما تقعدش تنط لا صح الغزال. هلا معك حق، بس في آية تانية، في آية تانية كمان انه بتبين انه هن ما كانوا بعذاب موجود في القبر، اللي هي يقول وقت يا من بعثنا من مرقدنا فيأتي هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. والرقود هنا انه في انه راقد في القبر، يعني مرتاح، يعني ما في عذاب. مين اللي قال انه مرتاح؟ مين انت حملتها على الارتياح ليه؟ هما مش الكفار بيقول لك ان دي، ان القبر ده، ان القبر ده خلاص، ان ما في عذاب ولا اي حاجه ولا في قيامه، يبقى الايه بتتكلم عن القيامه، ان هم تفاجؤوا بالقيامه، واخد لي بالك؟ اه طب انت ازاي تفاجؤوا بالقيامه هم موجودين في القبر؟ لان برضه هنرجعها للمساله الثانيه اللي هي ايه؟ هول القيامه. هقول القيامة ينسي الدنيا كلها، ينسي كان بيحصل ايه، زي بالظبط كده مثلا لما واحد هقول ايه، زي واحد يعمل حادثة مثلا، واحد بيعمل حادثة، فالحادثة ديت من قوة الحادثة خلت دماغه تروح، قال لك الأطباء، قال لك ايه، قال لك ان مش عارف بيحصل ايه كيميائيا كده، فانت من لان جسمك مش مستحمل قوة الحادثة فبيغمى عليك، فانت ما بتبقاش خلاص اغمى عليك من قوه الحادثه نفسها. فهل الاغماء ده ينفي وقوع الحادثه؟ لا طبعا. بس طيب شكرا كثير لك شيخ وليد. العفو، الله يكرمك، ربنا يعزك، واسف على طول الوقت. العفو، الله يكرمك، يلا السلام عليكم. مع السلامه.